وده تارجت دكتور محمد شوقي في منتخب مصر لكره اليد. خلي بالكم بالمناسبه لازم اقول حاجه مهمه جدا، دكتور محمد شوقي ودكتور خوسيه دكتور ليفربول الاثنين طلعوا من مدرسه واحده من اسبيتار، والاثنين ما شاء الله عليهم مكسب منتخب كره اليد وليفربول تعليمكم واحد من مكان واحد. دي حقيقه. استفدت ايه هناك؟ الحقيقه اسبيتار مدرسه قويه جدا في الطب الرياضي، يعني فعلا بنقدر يعني دلوقتي مثلا زي ما حضرتك بتقول خوسيه مثلا كان هو اسبيتار اكس اسبيتار طلع في ليفربول وعاملين النجاحات والتطور الهائل الفتره اللي فاتت. واضح. انا الحمد لله رجعت مصر وحاولت افيد منتخب كره اليد واتحاد كره اليد. انجازات عظيمه الحمد لله رب العالمين. عايز اقول لحضرتك انا كان المساعد بتاعي في اسبيتار كان داني بينيتو، ده دلوقتي هو دكتور العلاج الطبيعي في الكوره في برشلونه. ما شاء الله. الفريق الاول. ما شاء الله. اوكي. كان على تواصل لسه ده برضه قعد 4 5 سنين في برشلونه برضه. طبعا. على تواصل لسه معاهم؟ طبعا، ودي حاجه مهمه جدا. احنا على طول يعني حتى الحالات ممكن مش لازم نقول اسماء بس الحالات نفسها بنتكلم فيها، بنتكلم في طرق الاستشفاء عامله ازاي، في طرق العوده سريعا من الاصابات، ايه الفكر بتاعهم في ان انا ارجع لعيب من الاصابه، ان انا اعمل تاهيل بصوره معينه مختلفه. لان هقول لحضرتك حاجه، ان النجاح في ان كل فرقه بيبقى ليها طريقه شغل معينه وبحث علمي خاص بيها ما بيتنشرش وبحث علمي بيتنشر. لا فهمني يعني ايه بحث علمي مش منشور وبحث علمي منشور. يعني في حاجات احنا بنعملها للفرقه دي بتبقى السيكريت، حاجات الاسرار بتاعتنا. اسرار. فاحنا بنعمل حاجات معينه وبحث علمي بس ده احنا بنشتغل عليه. كويس. فده بيفيدنا في الاداء. تمام. تمام. في بحث علمي احنا بنعمله وخلاص استفدنا منه فبنقدر ننشره بعد كده بقى للناس كلها والبشريه ان هي تستفاد منه. فكل اللي احنا بنشوفه بيكون هو ده نتيجه بحث علمي يكون حصل للفرقه والفرقه استفادت منه وبدات تطلعه. وفي حاجات تانيه لسه هم بيستفادوا منها ولسه دي السيكريتس بتاعتهم عشان كده هم يقدروا يكسبوا. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، احنا مثلا بره كل الفرق الكبيره لازم بيكون ليها شراكه مع جامعات بحث علمي. لازم لازم. او هو عامل الفرقه بتاعته التيم بتاعه للبحث العلمي، ناس جايه بتشتغل بس كده. يعني انت لو حضرتك يعني احنا في الحد في اتحاد اليد الحقيقه بنشتغل شويه كده بس على حسب الامكانيات اللي موجوده. كويس. لا خليني في برشلونه والفريق البحث العلمي عايزك تحكي لي على هذه التجربه عشان الناس تستفيد من ده بصراحه. اوكي. في مثلا هم عندهم زي ما بقول لحضرتك شراكه مع جامعه معينه وبيبقى يكون في طلبه موجوده للابحاث العلميه اللي بتطلع ابحاث وتبتدي يطبقوها على اللعيبه. كويس جدا. مثلا هقول لحضرتك حاجه من الحاجات الصغيره اللي ناشرينها بس في التاهيل لقوا ان في اثنين انواع من اللعيبه. في لعيب اندبندنت بلاير ولعيب ديبندنت بلاير. لعيب مسؤول ده بيكون عنده تكوينه النفسي والوجداني ان هو بيقدر ياخد قرارات سريعه في الملعب. ده بيختلف تاهيله تماما عن اللعيب اللي هو ديبندنت اللي هو اللعيب اللي بيسموه اللي هو ايه يعني لعيب قوي ومؤدي يعني مش لازم يكون هو كرييتيف مش لازم يكون مش هو الليدر مش هو مش لازم يكون ممكن يكون ليدر على فكره ديبندنت مفيش مشكله خالص بس هو مش هو اللي بي 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 بيولد او بيبتكر. تمام. فاللعيب ده في تاهيله بيتغير تماما عن اللعيب الثاني. بنقدر بنفضل نديله بقى في التاهيل بتاعه مستقبلات حسيه خارجيه مثلا نغير له في الالوان نغير له في الاشكال نغير له في السرعه بيختلف تماما عن اللعيب الاندبندنت الاندبندنت اللي هو اللعيب الليدر اللي هو كرييتور اللي هو بيقود شويه تلاقيه في الملعب بياخد قرار ميسي مثلا مثلا يختلف تماما في تاهيله عن تاهيل اللعيبه الثانيه. تمام. تمام. فدي من الحاجات اللي مثلا بتاثر على ان يحصل للعيب اعاده اصابه ثاني. اللعيب الاندبندنت ده إعادة إصابته بتبقى قليلة، الريسك فري انجري بيبقى قليل. وفعلا هتلاقي ميسي لو قعدنا نعمل له أناليسز لا هو الحمد لله حتى الآن معدل إن هو يتصاب ويغيب فترة طويلة عن الملعب مش موجود. وإن هو يرجع يتصاب تاني بعد ما يرجع مش موجود. على عكس في لعيبة تانية لما بيرجع ممكن يكون هيبقى الريسك إن هو يرجع يتصاب تاني بيبقى موجود. فده بنخلي بالنا منه كويس قوي على ان هو نشتغل على الحته بتاعت الحاجات الحسيه والرؤيه
كويس في التأهيل بحيث ان هو ما يرجع ما يحصلوش اصابه تاني. دي حاجه من الحاجات. ليفربول تطورت ومنتخب مصر كره القدم تطور النتائج طبعا. بص هقول لحضرتك على حاجه، كان في فيديو من فتره كده كان مشهور لليفربول ان هم اما اختاروا محمد صلاح اختاروه على اساس بحث علمي وان هو لعيب بيجري بطريقه معينه، وان هم بيعملوا ابحاث علميه للفرق الثانيه ان هم بيشوفوا مره كانوا جابوا جون فشافوا ان الفرقه دي لما بيطلع كورنر عندهم اللعيبه ما بتركزش لمده ثانيه، فكلوب قال لهم لا العبوا الكره على طول فحطوا جون وكسبوا الماتش بالجول ده. احنا عندنا في اتحاد اليد في يعني جندي مجهول او جندي معلوم باشمهندس محمد امام، ده بيقوم بالدور ده في ان هو يعمل تحليل للفرق الثانيه والاداء بتاعه الفرق الثانيه وتحركات الفرق الثانيه. تمام. وده بيأثر معانا كويس جدا وبيفيدنا بطريقه يعني كبيره جدا. وهو كان خارج الوسط الرياضي خالص، هو مش ما لعبش هاندبول. ما لعبش هاندبول ده حقيقة. بس خلاص عاش الهاندبول، فهم التاكتكس، بقى هو اللي بيليد الحته دي كويس جدا، بقى يعني انا شايفه ان هو عالم في الحته دي بجد. الله. بجد يعني احنا لو اتعمل عليه فيديو هيتعمل عليه فيديو زي اللي اتعمل على ليفربول كده بالظبط، ودي حقيقه. دكتور محمد احنا فين في الموضوع ده في مصر بصراحه؟ بص حضرتك احنا طالعين، يعني انا شايف ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله انا شايف ان في روح حلوه كده في مصر في الموضوع ده. طبعا احنا يعني فارقين عن اوروبا بكتير، بس بعيد بس يعني بادئين بناخد خطى، يعني انا شايف ان حتى يعني الفتره اللي فاتت الناس مركزه جدا جدا في الكونسبت ده، سياده الوزير مركز جدا في الكونسبت بتاع البحث العلمي وكل حاجه تدار بطريقه علميه. فالحقيقه ان لا انا شايف ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنطلع. لو قلت لك قول للدكاتره في مصر وقول المسؤولين في مصر يروحوا فين؟ ياخدوا دراسات فين؟ او يتعاملوا ازاي؟ تقول لهم ايه؟ اقول لهم مبدئيا يعني القرايه حاجه مهمه جدا، ان تبقى عارف ان الكورسز اللي انت ممكن تحتاجها تاخدها ايه. خليك متخصص شويه، يعني انا اللي شايفه ان اللي بينقصنا في مصر جدا في الحته في الدكاتره مثلا او في الحته البدنيه التخصص. وده مهم جدا، يعني لازم يكون في عندنا 10 مثلا بدني للهاندبول بس، 10 بدني للكوره بس، ما بيعملش حاجه ثانيه حتى لو جات له الحاجه الثانيه. حتى لو حاجه ثانيه، لان هو من الاخر ما تبقاش سبوبه، مره كوره مره هاندبول مره طايره، مره تنس مره لا، لان كل رياضه او مثلا في رياضات متشابهه شويه. يعني الثروينج مثلا اللي هم الرياضات اللي فيها مثلا بترفع ايدك وبتعمل ثروينج، الحركه دي مثلا الحركه دي انت ممكن تبقى التنس، السكواش، الهاندبول مع بعض، كل مع بعض. فانت ممكن تقدر مع في موديفيكيشنز، في تعديلات شويه نقدر نشتغل عليها، بس ما ينفعش ان انا بتكلم مثلا على سكواش زي ما بعمل تاهيل او بعمل تدريب لحد بتاع كوره زي ما هعمل لحد هاندبول. الموضوع لازم يكون في تخصص شويه عشان نقدر نتطور بسرعه. يعني دي حاجه مهمه جدا انا شايفها.